شكرا للزميل نايف مسعود البلوي وسالم بسعيد بن حضيره من اكتبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، على بركة الله وتوفيقه تعلن رابع انطلاقات هذا المساء الجميل، هذا المساء البهيج في انطلاقة سن الامتاع، في انطلاقة سن الإذاع. هنا ينطلق ايضا رمز اخر من رموز هذا المساء ورمز الجعدان ضمن الاشواط العامة، ننطلق ايضا من خلال هذه الاندفاعات ومن خلال هذه الانطلاقات القوية نتعرف على ايضا المتقدمين، نتعرف على ايضا الفائزين مباشرة مع مرعد سالم بن احمد بن دري الفلاحي يتقدم، ولكن الدخول من خلال غزيلان فهيد بن محمد بن بيشان يقدم غزيلان ووصل شعاري مرغم بالفعل ليتقدم هنا، وياتي شديد بالفعل المحنك سعيد بن راشد بن غدير ليقدم ايضا شديد بالفعل هنا في المركز الثالث. الدخول الجديد التحدي المثير من الشهم ناصر بن راشد بن سعيد الخاطري يقدم الشهم بالفعل، او هذا القادم محطم وصل، تدخل محطم موسى بن عبد العزيز الموسى سعيد بن ناصر الخميسي يتابع هذه الانطلاقة، يتابع هذه الاندفاعة لياتي هنا هذا الشعار الكبير في تحديات الكبار الوصول الدخول. هنا القادم الشهم ناصر بن راشد الخاطري وصل في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا النتيجة، هكذا الاسماء القوية والعملاقة، ولكن محطم غير الصدارة، يتقدم موسى بن عبد العزيز الموسى، ياتي شعار الهلال يتقدم بالفعل هنا ليقدم لنا ابو عبد العزيز. هنا محطم احد الصفقات الجديدة التي ابرمت في هذا المساء بالفعل من خلال هذا الانتقال، من خلال هذا الفوز الكبير. ياتي محطم لموسى بن عبد العزيز الموسى سعيد بن ناصر الخميسي في عملية التضمير، بينما المركز الثاني القادم مرعد بالفعل يتقدم الشبل سالم بن دري الفلاحي، يقدم مرعد بالفعل في تحديات الكبار كبير بهذا الشعار، قادما ايضا للمنافسة الشريفة، قادما هنا من دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة خصيصا في هذا الشوط بالفعل. من يتقدم على المركز الثالث؟ هنا شديد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، المحنك يتابع بالعين المجردة لياتي بهذه الانطلاقة القوية. الوصول الجديد الباشق وصل مبارك بن محمد بن نصر العامري، ولكن من القادم؟ الله، الاتحادي وصل حميد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم مخلاب ليتقدم وياخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. هكذا النتيجة، هكذا الاسماء القوية والعملاقة. نعود الى المقدمة، محطم في الصدارة الاولى، محطم يقدم موسى بن عبد العزيز الموسى سعيد بن ناصر الخميسي في عملية التضمير والتدريب، ما شاء الله تبارك الله. القادم هنا مرعد سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي يتقدم مع هذا الاسم شديد قادم سعيد ايضا بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، ولكن مقلاب يتدخل في المثلث الذهبي، يتقدم احمد بن سعيد بن عامر النيادي ليقدم
يقدم مخلاب للمركز الثالث، المركز الرابع شديد مع المحنك، المركز الخامس من يا ترى من القادم هناك؟ القادم الوصولي من رعد سالم بن راشد بن حمد بن غدير، بدأوا أبناء غدير يدفعوا بالأوراق الرابحة، بدأوا أيضا من خلال هذا التكتيك، من خلال هذا الأداء بمتابعة التبر بالفعل على أرضية هذا الميدان. يا سلام، احلوت المنافسة، احلوت المنافسة، احلوت المنافسة يا الغالي، ما شاء الله تبارك الله. الموسى 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 مع محطم يتقدم، موسى بن عبد العزيز الموسى، ولكن مخلاب مخلاب غير، مخلاب في الصدارة الأولى، أحمد بن سعيد بن عامر النيادي الاتحادي الاتحادي يظهر بهذه النجومية، يظهر بهذا الأداء الكبير، يظهر بهذه المتابعة الرائعة والشيقة هنا بالعين المجردة. يا الاتحادي، اليوم يوم مخلاب، اليوم يوم الفوز، اليوم يوم الانتصار. أحمد بن سعيد بن عامر النيادي الرمز لوين، الرمز لوين؟ المركز الثاني محطم موسى بن عبد العزيز الموسى، وصلت الاسماء، وصلت التحديات. ارى ايضا شعار الجري، ارى شعار العملاق العيناوي، ارى شعاري بن غدير، ارى شعاري بن عويضان، ولكن مخلاب بالصدارة، مخلاب بالمركز الاول. احمد بن سعيد بن عامر النيادي يقدم مخلاب محطم بالمركز الثاني، موسى بن عبد العزيز الموسى شديد قادم، سعيد بن راشد بن غدير القادم بن دري، الوصول الوصول. خلاب خلاب يتذكر رمزي ولي عهد دبي، الجري الجري يتقدم، الجري يتقدم. مشاهدين الاعزاء الزاوية الاخرى، الله الله، وصل الواثق، وصل الواثق حمد بن راشد بن غدير، بن غدير يقدم ترياق، ترياق بالفعل. ولكن هنا هنا 600 متر الأخيرة، مخلاب وشديد، مخلاب وشديد، وخلاب قادم، خلاب قادم. الوصول الجديد هناك من زيزوم، أيضا بن بيشان، ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى مخلاب. مخلاب النيادي، النيادي النيادي يتقدم بهذا الأداء الكبير مع مخلاب. أحمد بن سعيد النيادي المركز الثاني، هناك خلاب، وصل زيزوم، وصل زيزوم أيضا يتقدم، أيضا هناك فهد بن بيشان العجمي، ولكن هنا أيضا مخلاب، مخلاب النيادي النيادي النيادي، خلاب بن دري، الجري والاتحادي، الجري والاتحادي. لمن الرمز؟ لمن الرمز؟ هناك خلاب، هناك خلاب، هناك أيضا يأتي مخلاب، مخلاب وخلاب. لمن الفوز؟ لمن الفوز؟ سلام ابناء الامارات، سلام ابناء الامارات، سلام ابناء الامارات. اذا مخلاب خلاب، مخلاب خلاب، مخلاب خلاب، مخلاب خلاب. اللجنة والاعادة مع ابو صبري بالفعل. المركز الثالث زيزوم، ايضا فهد بن محمد بن بيشان العجمي. المركز الرابع وصل الشهم ناصر بن راشد بن سعيد الخاطري. المركز الخامس عنيد مبارك بن محمد بن نصر العجمي. من يعشق النوماس قدام العين يضمر سابق ويحسن ضمره، كم من خبير الكسر الاتيام شد الروس. مشاهدين الاعزاء، لحظات قوية حتى الرمق الاخير، مخلاب صاحب الرمز في ختامي الوثبة، وخلاب صاحب الرمز في مهرجان ولي عهد دبي. الفوت والفنش يا ابو صبري، انجدنا يا ابو صبري. ايضا هنا من خلال هذه المنافسة القوية، ومن خلال هذا الاداء الكبير، لحظات الاعادة، لحظات الفوز، لحظات الانطلاق. اذا هنا الجري، الجري هو من يفوز مع خلاب. تهانينا والف مبروك لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي، لحظات الوصول بالمركز الاول، الجري هو من يفوز. تهانينا لسالم بن دري الفلاحي، 9 دقائق
26 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والبي مبروك. المركز الثاني مخلاب 9 دقائق 26 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، تهانينا لحميد بن سعيد بن عامر النيادي. المركز الثالث من وصل زيزوم بالفعل بتسع دقائق و28 ثانية، وفاء وتماما وكمالا فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي بالفعل. اذا مشاهدينا الاعزاء هكذا المنافسة حتى الرمق الاخير، لنلجأ ايضا بالتحكيم الالكتروني ويضح ايضا خلاب هو الفائز. تهانينا لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي، سلام 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 ايضا لسالم بن دري الفلاحي وسهيل بن دري الفلاحي ابنائي بن دري على فوز خلاب بالمركز الاول. هكذا انقضت الرموز الاربعة مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، لينطلق شوط جديد من اشواط هذا المساء.